أهلا بكم في الجزء الأخير من سهرة الليلة من برنامج مصر النهاردة، والجزء ده مخصصينه لمناقشة فكرة الانتحار اللي بنسمع عنها كتير في وسائل الإعلام المصرية. في ناس قالت إنه الانتحار سببه الخطاب السلفي، في ناس قالت سببه البعد عن الأخلاق والقيم الاجتماعية، في ناس قالت سببه البعد عن الدين، في ناس قالت سببه وسائل التواصل الاجتماعي اللي عملت في العالم كله، اللي عملت حالة من الاغتراب داخل الأسرة الواحدة. الثابت إن حوادث العنف والانتحار يعني بيكلموا عنها كتير جداً، لكن بس عايز أقول عشان إذا حد قال السبب هو البعد عن الدين، فأنا عايز أقول لك إن في كتاب في الموسوعة العظيمة الخرافية الأسطورية قصة الحضارة بيقول ويل درانت في الجزء الخاص بعصر العقل، بيقول منصه إن كانت الناس في أوروبا مستكينة استكانة سببها الفقر ويواسيها الدين. أنا ناقل بالضبط عن ويل درانت في قصة الحضارة. إذن الدين أيضا له دور في التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة، ده اللي قاله ويل درانت مش أنا، الجزء الخاص بعصر العقل بيقول كانت الناس مستكينة استكانة بسبب الفقر يواسيها الدين. أنا معايا للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ الدكتور جمال عبد الستار، الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، اللي بيشرفنا في هذا اللقاء. وحشتنا يا دكتور. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ولمشاهديك الكرام، ومكملين دائما باطلاقه جديده وفتيه ومباركه باذن تعالى. ان شاء الله سعداء جدا بالصحبه المباركه. وحشنا لقائك يا دكتور كل اسبوع، ان شاء الله نعود اليه قريبا. ربنا يجمعنا لك على خير دائما. زمايلي في الاعداد يا دكتور وهم اعلم مني قالوا انه في آيتين في القرآن الكريم بيكمل بعضهم بعض لضبط التوازن النفسي للمسلم وإنقاذه من السقوط في حيل اليأس والندم. أحذرك يا دكتور أن الدكتور حسام موافي عندما صرح بأن الإنسان القريب من الدين، أي دين أي دين، بيبقى بعيد عن فكرة الانتحار. فنحن الآن نتحدث إلى رجل دين مسلم، فالآيتين اللي قالوا لي اللي زمايلي جابوهم اللي هم بيضبطوا التوازن النفسي المسلم وإنقاذه من السقوط، الآية الأولى من سورة الحشر اللي بتقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، صدق الله العظيم. والآية الثانية من سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. خلينا نبدأ بالآية الأولى دكتور، ما المقصود بالنسيان كالذين ولا تكونوا كالذين نسوا أنفسهم؟ هل هو الكفر ولا درجة من درجات الكفر ولا في آيات تانية يا دكتور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، بداية أستاذ محمد أخي الحبيب، في مناقشتنا دايما مع بعض في مثل هذه القضايا بنعتبر ان الحديث رزق ورزق المستمع. فعلى عادتك المباركه تعال نشتغل في القضيه دي على هذا الاساس بصرف النظر عن اخوانك في الاعداد، يعني تعال ننسج الموضوع بالراحه مع بعض زي ما تعودنا. اتفضل دكتور. ربنا سبحانه وتعالى لما نزل ادم بخطاب التكليف بدايه، أول خطاب التكليف قال له اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. اهبطا منها جميعا أنت وزوجتك والشيطان بعضكم لبعض عدو. الوقاية من هذا العداء، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتفصيل في آية أخرى في قانون قرآني، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي مقابلها في القانون القرآني ومن أعرض أي صرف كان غنيا فقيرا كبيرا صغيرا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
والمعيشة الضنك ليست القلة، المعيشة الضنك عدم الاطمئنان. ويغلف كل هذا قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ويحبك كل ذلك قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم أعرج على هذه الآية التي تفضلت بذكرها وتلاوتها في بداية حديثنا: ولا تكون الله الخالق الذي خلق البشر جميعا وخلق الكون كله، بيقول للبشر اللي خلقهم وكونهم وكلفهم وأعلم إمكانتهم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. لا تقطعوا الإمداد، لا تقطعوا العلاقة بمن معه الإمداد، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اللي خرجوا عن منظومة الله تعالى فلم ينالوا صلاحا في الدنيا أو طمأنينة في الدنيا، ولن ينالوا فلاحا في الآخرة. ففلاح الإنسان وطمأنينة الإنسان وفرح الإنسان واستقرار الإنسان لا يمكن أن يحصل عليه إلا بجنب الله سبحانه، مش الدين، وكلمة الدين دي كلمة كبيرة جدا، إلا بجانب الله سبحانه وتعالى. فلذلك حتى العبادات ما تبقاش هي مرادة لذاتها، تبقى مرادة لله سبحانه وتعالى. والإنسان بجانب الله تعالى موعود بالطمأنينة مهما كانت ظروفه ومهما كانت أحواله. ده كلام كويس يا دكتور جدا والله. نقفل الحلقه على كده ولا نكمل؟ اقم الصلاه. اقم الصلاه يا دكتور. طب ما في ناس بتصلي وتصوم وبتنتحر. كويس ازاي بقى؟ مش كويس ولا حاجه. لا كويس السؤال. يعني ما يعني في ناس بتصلي وتصوم وبتنتحر في النهايه، او بيضيق صدرها وبتكفر. في واحد بيلحد، في واحد يقول لك ده ما فيش اله بقى وفي عدل في الدنيا، ما ديك شايف ناس هايصة اهي وبتسكر كل يوم، وناس بتصلي في الجوامع ما بتسيبش الجوامع ومش لاقي تمن الدواء. كلام جميل جدا وواقعي على فكره، مش غريب. لكن خليني اقول لك اولا، لو احنا بنتكلم عن نسبه الانتحار، هتجد الانتحار عند غير المسلمين اضعاف 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 المسلمين في الاحصاءات الرسميه. هذا امر. الامر الثاني، في ناس بتصلي، في ناس بتصوم وبتنتحر او بيجي لها حاله ياس او شيء من هذا القبيل. الحكايه مش صلاه، ولذلك انا كنت واضح جدا، مش موضوع الصلاه مجرد الصلاه، علاقه بالله سبحانه وتعالى. فالطمأنينه بالله سبحانه وتعالى بيتبعها الصلاه بتؤكد عليها، والزكاه بتؤكد عليها. اجيبها منين؟ ما هو انا سؤالي بقى يا دكتور هنا، ما تقوليش كلام يا دكتور يعصب، اجيبها منين هذه الطمأنينه؟ الله، هو الطمأنينه دي احنا هنشتريها من السوق، ده مكانها واضح ومنصوص عليه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر هنا مش معناه انه الكلام، مش معناه الكلام، هي علاقه بالله. يعني في حاجه اسمها علاقه بالله، من اسباب وسائل العلاقه بالله دي الصلاه، او الخشوع في الصلاه، قراءه القران، ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى، قراءه القران، التدبر في نعم الله سبحانه على الانسان، التدبر في خلق، كل دي مفاتيح اصلا تجعل الانسان يطمئن قلبه. التدبر في ايات الكتاب مش القراءه بس، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفال. دي مفاتيح ربنا دلنا عليها سبحانه وتعالى، مش مجرد كلام ولا مجرد تنظير ولا، لا بالعكس. انظر حتى في المجتمع المسلم على ضعف التزامه بالله سبحانه وتعالى، الا انه الاكثر حتى يعني امراض نفسيه، الاقل امراض نفسيه والاقل انتحار والاقل في هذه الاشكاليه. وازدادت الامراض النفسيه مع زياده البعد عن الله سبحانه وتعالى وكثره عدم الالتزام العام في بشرع الله تعالى في الجزء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. فالعلاقه بالله سبحانه وتعالى هي المفتاح الوحيد بل الاوحد في انسان مستقر مطمئن، يعني سليم العقيده، مسلم لامر الله سبحانه وتعالى. مفيش كلام في ده. ده في كلام. ده في كلام. خلاص نقول. اي. يعني دلوقتي يا دكتور، لما انا ابقى كل اعتقادي انه اذا انا صليت واذا خلصت سوره الكهف ليله الجمعه واذا قريت الواقعه كل يوم، سوره الواقعه كل يوم، وده هيجلي صدري وبتاع، وما بيحصلش حاجه، اللحمه بتغلى، البوتاجاز بيغلى، كرتونه البيض ب 70 جنيه، معسكر الظلم بينتشر وبيتوغل وبينتصر، وانا مش عارف اعمل ازاي. هل المشكله هنا في طريقه فهمي للدين، ولا المشكله في ان انا مش عارف اقرا كويس، ولا ما بصليش كويس، ولا مش مركز وانا بصلي؟ اين المشكله يا دكتور؟ الله يفتح عليك يا استاذ محمد، كلام رائع جدا.
وكأنك بتدي إطلاق على التدين نفسه، إن التدين جزء منه الشعائر التعبدية. الإنسان لما استخلف يا أستاذ محمد والإخوة المشاهدين، لما ربنا استخلفه فاستخلفه في محرابين، محراب التعبد والتناسك اللي هي الصلاة والصيام والزكاة، ومحراب الإعمار في الأرض. سيدنا آدم فضل على الملائكة بالإعمار. الإعمار ده اللي هو إيه؟ الإعمار ده اللي هو يعمل ويشتغل ويبذل ويواجه الباطل ويصدع بالحق ويستمسك بحقه. بس وقف هنا يا دكتور، وقف هنا، وقف هنا، نظبط بقى الحكاية. حكيمانا بيني وبينك يا دكتور مفقوع وممرور من الناس اللي حولت الديانة إلى شعائر وعبادات، فتلاقيه لك احنا مالناش دعوه يا عم، احنا خلينا نصوم ونصلي وبتاع ومش عارف ايه، وكأن الديانه او الدين مش رساله، مش انت مكلف برساله لمقاومه الظلم للدفاع عن الحق، لا انت مكلف بخمس فروض في اليوم وصلاه وزكاه وحج البيت من استطاع اليه سبيلا ولا اله الا الله وشكرا على كده. انت عارف ان دول يا استاذ محمد اصلا من اسباب انتشار ظاهره الحج، إن هم عيشوا الناس في منظور ديني ضيق جدا، والناس جت تبحث عن هذا الأثر في حياتهم وتعيش به، وتشوف دول حتى قدامهم في تطبيقات الإسلام ما لقوهش، ففقدوا الثقة فيهم وبالتالي فقدوا الثقة في الدين نفسه. يا أستاذ، الملائكة كانت أعبد لله في مجال الشرائع والتسبيح، وعشان كده قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ده أنا أقول لك يا أستاذ محمد تأكيدا على المعنى الجميل ده، إن القرآن الكريم لو تتحدث فيه عن الشعائر ما تجيش عشر القرآن الكريم وتسع أعشار القرآن في إقامة الحياة، في مواجهة الباطل، في صناعة الحضارة، في إعمار بيسموه العلماء محراب الإعمار. شوف محراب دي يعني إيه؟ مكان التعبد، محراب الإعمار، محراب إعمار الأرض وصناعة الحياة بعدالاتها وحرياتها وإنسانياتها ونهضتها، ده اللي استحق به آدم السجود ليه، مش الشعائر. الشعائر الملائكة كانت عندها شعائر وكانت عندها تنسك وكانت عندها زهادة، لكنه تملك جزء هي الملائكة لا تتملكه، وهي عبادة محراب الإعمار. هو آدم تملكه وعلم به وعلمه الله تعالى به الأسماء، فاستحق التكريم واستحق السجود. احنا للاسف الشديد حتى العلماء والعباد والشيوخ وغيرهم حينما يتحدثون في الاسلام ينصب الحديث عن المحراب الشعائري، وهذا ليس قليلا بالمهم ولكنه من اهميه بمكان، لكن اثر هذا المحراب لابد ان يظهر في محراب الاعمال الضخم للقران اصلا. 19 قرآن نزلت تبني محراب الإعمار في كل المجالات العبادية. وبالتالي أنا هقول لحضرتك حاجة، ده حتى الشعائر دي حاجة بسيطة جدا. الشعائر اللي احنا بنتكلم عليها دي لما بتتعارض مع مهم الإعمار، الله تعالى بيخفف الشعائر لمصلحة الإعمار. يعني الأستاذ محمد دلوقتي لما يجي مسافر لأي بلد، مسافر يشتغل، مسافر يعمل، مسافر يبذل، مسافر يعيش في الأرض، يسعى في الأرض، السفر ده هو مجرد أنه سافر في مجال الإعمار. ربنا يشرع له تخفيف الصلاة، يقصر له الصلاة، ويبقى عنده جمع وقصر في الصلاة، وعنده إفطار للصائم. ده هو تخفيف الشعائر لمصلحة مصلحة محراب الإعمار. والأسف الشديد احنا عندنا ظاهرة ضخمة جدا في العالم الإسلامي اسمها ظاهرة الانفصام بين العبادة والسلوك، واحنا رايحين نعمل عمرة بالملايين، لكن واحنا في السلوك أصفار. والسيدة خديجة والسيدة عائشة نفس الكلام، لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم لم تصفه بحفظ القرآن ولا بإعلان حتى القرآن، ولكن كانت تقول كان قرآنا يمشي على نموذج تطبيقي يمشي على الأرض. وأنا مع حضرتك في أن هذا الجزء أصلا نحن نفتقده كلغة إسلامية وخطاب إسلامي ودعوة إسلامية. طيب يا دكتور معلش، يعني دايما يقول لك إيه، يعني أنا في سؤال قدامي الإعداد حاطه بيقول لك يعني إزاي القرآن بيقدم علاج مقنع للأضرار التي بيقابلها البني آدم أو الإنسان المسلم في الحياة؟ أنا متضايق من السؤال ده أصلاً، متضايق منه يعني. طب اشرح لي السؤال، أنا متضايق منه. في النهاية المسلم بشر يتأثر لما يحصل له ولا ضرر لأولاده وأهله وشغله، إزاي القرآن بيقدم علاج مقنع لأثار هذه الأضرار؟ أولاً القرآن بيأكد للمسلم أن أموره كلها
بيد الله سبحانه وتعالى، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. وكلمه هو مولانا طمانينه، هو مولانا لما يبقى عندي ضرر، هو مولانا يبقى عندي مرض، هو مولانا لما عندي فقر، هو مولاي لما عندي ضيق، هو مولاي هيفرج عني. ما هو انا يا دكتور بقى انا متضايق من السؤال ليه؟ انا هقول لك بس. اتفضل. انا متضايق من السؤال لانه السؤال ايه؟ السؤال كانك انت مفعول بك. يعني هناك ايه حقوق ليك على القران؟ ان من حقوق دي ان القران هيقدم لك علاج، تفتح كده هوب قدم لك العلاج شكرا. وكان انت ما عندكش واجبات ناحيه هذا القران، هي دي مشكلتي. يعني انا مشكلتي الوحيده ان الناس باصه للقران على انه اي سؤال اوبا خش على القران هتلاقي الاجابه. ايوه انت ما بتعملش حاجه يعني؟ يعني انت واقف كده رافع ايدك؟ ما هو انت جاي مطلوب منك رساله، اعملها الاول وبعدين بقى شوف بقى، يعني اعمل رسالتك الاول. فالسؤال مضايقني للقصه دي وكانه خلينا اقول لك يا استاذ محمد من غير مقاطعه، مثلا ربنا لما اتكلم عن القران قال فيه شفاء للناس. تمام. بعض الناس مسكت الشفاء دي ودخلت في العفاريت والجن والحاجات اللي انت عارفها دي. والقران نزل شفاء العقول من امراضها الفكريه والقلوب من امراضها النفسيه. كويس. مش حكايتي يعني انا اتعامل مع منهجيات القران اضبط بها حياتي، اشوف انا مقصر ايه في قوانين القران. فقوانين القران ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول ايه؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، مثلا من أحسن لم يقم من عمل. فأنا لما لا أحسن يبقى لا أضمن، يبقى ربنا مش ضامن لي النجاح. ربنا ضمن النجاح لمن أحسن، يبقى أنا علي أن يجب علي أن أتقن، وإذا أتقنت ربنا وعد أن هذا الإتقان لابد أن ينجح. إتقان لا يمكن أن يفشل، لا يضيع أجر من، ده قانون. يبقى أنا أعرف الحق، أعرف أن المنهجية في الإتقان مش المنهجية في العمل أو المنهجية اللي أنا معايا القرآن. فالقرآن أعطاني منهجيات في كل حال. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إيه ذكري؟ إيه ذكري؟ ذكري مش التسبيح يا أستاذ محمد، ذكري إقامة العدل، ذكري الإتقان، ذكري العمل بمرض الله، ذكري الأخذ بالأسباب، ذكري عدم ظلم الناس، ذكري الصبع بالحق، ذكري رحمة الإنسان ورحمة الحيوان ورحمة، ذكر الله تعالى منهجية القرآن، مش ذكر الله المسبحة ولا ذكر الله الكلام، ذكر منهجية القرآن. ولذلك إيه؟ الله تعالى قل اهبطا من الجميع فمن تبع هداي، منهجية مش موقف. فالواحد ما ياخدش موقف ويسيب بقية الإسلام ولا أنا بذكر الله. فالقانون بيقول كده، أي حد عنده ضنك يذهب إلى التعبد لله تعالى في الميادين التي أمره الله بها سيوفقه الله تعالى. وانا عندي حاجه كده احب اقولها، ان ربنا خلق في الانسان آلة تدمير ذاتي وآلة نمو ذاتي. بمعنى ايه؟ الانسان لما ينجز، وحضرتك يا استاذ محمد لما تجد نفسك في يوم مش بتنجز في الشغل، مش ما عملتش انتاج، بتحس بانك متضايق وبتحس انك مخنوق وبتحس انك يعني الحياه عندك ضيقه، بتحس بنوع من الكآبه. ده اسمها التدمير الذاتي، لما الانسان لا يقوم بواجباته يشعر بهذا الثقل. بعض الناس الثقل ده بيحاول يضيعه بمخدرات ومسكرات وانه يغيب عقله، لكن في نفس الوقت اليوم اللي تنجز فيه تستشعر بقوه، اليوم اللي تنجح فيه تستشعر بحماسه، اليوم اللي تنجح فيه تحس انك قوي جدا. ففي آلة بناء ذاتي في الالتزام والعمل، وفي آلة تدمير ذاتي في البعد عن منهجية الله والتثبيت ومجرد الأماني والأحلام وعدم الأخذ بالأسباب. ودي كل إنسان يستطيع أن يراقبها في نفسه. أنت لما تسكت ولا تعمل ولا تبذل وتتكاسل وتعيش جنب الحيط وحدك عشان لقمة العيش، أنت عطيت أمر لآلة التدمير الذاتي تشتغل فيه. ولكن لما تصدع بالحق وتقوم بالحق وتقوم بواجبك وتأخذ بالأسباب وتفكر وتنهض وتعمل الأرض، آلة البناء الذاتي بتشتغل، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. دكتور جمال، يعني خليني بس اشرح لك فكره كده جاتني انا، بس عايز اقول للساده المشاهدين انه وانا قاعد في الفتره اللي كنت قاعد فيها كان بيني وبين الدكتور جمال اتصالات، كان منها اتصال رائع جدا، كانت في فكره جت في دماغي فسالته عليها على صحتها، فهو شجعني عليها بصراحه. يعني دكتور جمال، خليني اسالك سؤال واحاول اقربه من الفكره بتاعه الحلقه دي او بتاعه اللقاء ده. في الشركات الكبيرة يا دكتور جمال بيعملوا سكريبت سيناريو للحظات أو أوقات الفشل، يعني ماذا لو حصل أني
النور طافى في الاستوديو دلوقتي، ماذا لو انه الشاشه دي ما اشتغلتش؟ ماذا لو ان القناه بقاش عليها مشاهدات؟ يعني دايما يعملوا حسبان للفشل، تمام، وبيحطوا خطه لتدارك هذا الفشل. خليني بقى ده على جنب. في التدين البني ادم بيخش الاسلام، يعني تخيل انا وانت لسه داخل الاسلام الساعه من ساعتين، بيخش عنده يقين انه مفيش فشل، انا وقفت على الارض الصلبه، الصاروخ يا معلم هبقى ناجح في كل شيء من الابره للصاروخ. فلما بيجي له لحظات ويشوف مثلا انه شخص بيسكر بقى ناجح جدا بينما هو مش عارف، بتجي له صدمه، بتجي له احباط. السؤال هنا بقى كيف نتعامل زي الشركات ما بتعمل؟ كيف يضع المسلم في خطته او المتدين في خطته يعني روشتة للحظة التي سيسقط فيها في فخ الإحباط، في فخ الفشل، كما تفعل الشركات الكبيرة؟ والله أنا بتعلم منك العرض الجميل. الله يحفظك يا فندم، الله يخليك. أنا في اللحظة دي تخيلت إن الإسلام أعطانا أوردر تشغيل كويس، وقال لك لما تتعطل ما تيأس، ساعتها تأكد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، فخذ مدد ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلان أو كنتم مؤمنين. وما بيحفزنا، قولوا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فصلح اللي أنت عملته، فبما كسبت أيديكم صلح اللي أنت عملته، مش أنا هصلح حالك. فبما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير، ربنا هيفتح لك. فبيقومه، بياخد بإيده تاني، بيقول له إن ربنا سبحانه وتعالى يقدر ذلك، لكن أنت صلح نفسك وانطلق. وكأن الإضاءة دي إشكاليتنا بقى إن إحنا بناخد الإضاءة دي قبل ما نشتغل. أو أنا قاعد في البيت، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنا قاعد في البيت ولا ينصرن الله من ينصره. أنا قاعد في البيت والله ولا تحسرن الله غافل عم يعمل الظالمون. أمال فين يا عمي قوانين مدافعة فين؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فين الله تعالى بيصف المؤمنين وإذا المتقين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. دي قوانين القرآن وضعها. فلما أنا أترك القوانين دي كلها وأقعد أنتظر بس الاستثناءات اللي اتعملت لي دي ولا أقوم بواجبي، أنا لا أحقق الإسلام ولا أحقق منهجية الإسلام حقيقة. وأنا بأكد يا رسول محمد إن إحنا عندنا خلل في التعامل مع منهجيات القرآن ومنهجيات التعبد، والمعاني اللي حضرتك بتتكلم عنها دي إن الآية تنزل في وقتها، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تنزل في وقتها. مش واحد ما ذاكرش وما نجحش يقول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، واحد ما خدش بالاسباب يقول لك هننتصر باذن الله تعالى، واحد لم يدفع الظالم عن نفسه يقول لك ربنا هيهلك الظالم، ما هيهلك الظالم وهيهلكك انت معاه لانك ظالم مثله، لانك لم تاخذ بالاسباب. فمنهجيه القران ما فيهاش عمليه التسكين دي، القران حركه فاعله بيحرك الانسان ويفعل الانسان، وقال له في كل كلمه في كل كلمه عباده، كل كلمه في اتجاه الحق عباده، ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا خطوه، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. شوف كلمه عمل صالح دي يا استاذ محمد، مش بيتكلم في الصلاه والصيام والزكاه، لا، ولا يطؤون موطئا يغير الكفار، يبقى يتحرك ويمشي ويسافر ويدافع. ده باب كبير من ابواب الجهاد. لو نعيد لحياتنا آلة التجميل الذاتية هتتوقف، وآلة البناء الشخصي ستزداد، ونبقى بالفعل فاعلين. لسنا اصفار، احنا مش اصفار، ده احنا في الارض. ما هو احد اشكالية الانتحارات يا استاذ محمد ان الواحد بيفقد قيمته في نفسه. ربنا خلق الانسان خليفة مش امل، إني جاعل في الأرض خليفة. فالواحد لو وقف قدام المراية كده، بس طبعا محدش مش قدام الناس عشان ما يقولوش مجنون، يعني يقول أنا خليفة في الأرض، أنا مش همل، أنا مش صفر، أنا مش لا شيء، أنا حاجة مكرمة عند ربنا، أنا ليا قيمة كبيرة، ده ربنا سخر ليا الشمس والقمر والنجوم والجبال والأرض والدواب. فلما يستشعر الإنسان قيمته يستشعر قوة ويستشعر عزة، يقدر ينتصر على ضعف نفسه وعلى هوى نفسه وعلى ضعف قلبه وعلى المشاكل اللي ملأت عليه الدنيا كلها. وأنا أقول لحضرتك يعني الهموم والأحزان اللي موجودة في العالم، الواحد لو سلم نفسه ليها يقيناً يا إما يجيله حاجة يموت وهو قاعد،
يا اما يجي له مشكله نفسيه مشكله عقليه، ولكن الواحد لما يستعن بالله سبحانه وتعالى ويستعن، والاستعانه تكون بالعمل وليس بالدعاء، الاستعانه وهو يعمل يستعن بالله وينطلق، ربنا يفتح لي ومكنه البناء الذاتي تستمر ويصبح خليفه فاعل وليس خليفه ميت. طيب يا دكتور، السؤال الاخير لحضرتك. انا برضو لازلت عن فكرتي انه ما بنعملش زي ما الشركات بتعمل، ما بنستعدش بانه انا هتدين فانا داخل على موضوع كبير، وانه في الموضوع ده هتجيني فتن وهتجيني فشل وهيجيني احباط، وهشوف واحد متسيب وابن 60 في 70 بينجح وانا لسه ورا. حضرتك قلت دلوقتي انه ربنا بيقول في سورة طه: طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. سؤالي بقى وارجو انه ما يزعجكش. طب ما هو ربنا قال انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ايه بقى؟ واجبات ثقيله، واجبات مهمه. بس هي دي بقى، يبقى الموضوع كبير وتقيل وصعب. يا ايها المزمل قم الليل الا قليل نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه واتق، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. خذوا ما اتيناكم بقوه، والذين يمسكون بالكتاب يستمسكون بالكتاب. فالموضوع مش بسيط، والا كان كل من هب ودب مسكه. ده يحتاج الى قوه ايمانيه ضخمه علشان يستمر عليه حتى. والا كان يبقى مسكن اي حد ياخده. ولذلك فكره التدين السلبي يا استاذ محمد اللي بتروجه حتى الانظمه الدوليه في ما يزعم بالتصوف السلبي ولا غير كده، اللي هو الدين لا اثر له في الحياه. القوى الاستعماريه في العالم كلها بتستخدمه وبتشجعه وبتدي له تمويل عشان يظل ساكن خامد. لكن التدين الفاعل اللي هو مسؤوليه، مسؤوليه عن الارض ومسؤوليه عن الناس ومسؤوليه عن الضعيف ومسؤوليه عن الفقير ومسؤوليه عن الاعمار، وان كل نفس هو فيه قدامه مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى، ومش مجرد مسؤوليه يجب عليه ان يتقن فيها في صلاته وفي عبادته. ده موضوع مهم جدا لانه ده اصل الاسلام، واحنا عندنا من الواجبات الغائبه أو من الفرائض الغائبة فريضة اسمها فريضة الإتقان. الإتقان في العمل والإتقان في العبادة والإتقان في الأكل والشرب والإتقان في منظومة الكون كلها في حياته. فإحنا عندنا، لأن إحنا أخذنا الأمور سطحية والتدين سطحي والحياة سطحية للأسف الشديد، فأصبح منتجنا سطحي. ولكن لو رجعنا إلى فكرة الإتقان والتعبد في كل محاليب الأرض، ساعتها هيبقى منتجنا مختلف وحياتنا مختلفة وأدائنا مختلف. يعني في كلمة أخيرة يا دكتور، أنت تطالب من كل بني آدم متدين أنه يشعر عن طريق الصورة الجميلة اللي حضرتك ذكرتها، يشعر أمام قدام المراية يعني أنه لا، أنا آية الله في الأرض، أنا صنيعة الله، أنا مكلف برسالة، عملي حتى ولو كان بسيط فهو رسالة أو هو مهمتي على الأرض. أنت تطالب الإنسان بأنه يشعر بهذه الفكرة، يشعر بهذا التكريم، يشعر أنه مش عبد لقمة العيش ولا عبد للسلطة ولا عبد الحد، وأنه أقوى من كل هذا بانتسابه لله سبحانه وتعالى، وأن ربنا نزله مكرم، مش نزله خادم عند حد ذليل، نزله مكرم. حتى وإن خدم حد فخدمه بعزة نفسه، لأن ربنا هو اللي بيطعمه ويسقيه ويعطيه ويمنحه سبحانه وتعالى. لما يستشعر العزة دي ويستشعر الكرامة دي يظل طول عمره سيد في الكون، زي ما ربنا خلقه سيد، ربنا أنزله في الكون سيدا، يظل سيدا بإيمانه بتقواه بإتقانه، لا يزل لقمة عيش. الإمام فخر الدين الرازي، وأختم بها معاك يا أستاذ محمد في الوقت الجميل ده، الإمام فخر الدين الرازي بيقول كلمة جميلة جدا. الإمام فخر الدين الرازي توفي سنة 606 هجرية، بيقول إن ربنا خلق الكائنات كلها بتطأطئ رأسها لتأكل طعامها إلا الإنسان، فقد خلق له يدا ترفع يد طعامه إلى فمه حتى لا يطأطئ رأسه إلا لله سبحانه وتعالى. فلما يستشعر العزة دي لا يطأطئ رأسه إلا الله، يشعر بقوة إيجابية وطاقة إيجابية وعزة بالله سبحانه وتعالى وكرامة إنسانية حقيقية. ساعتها ما حدش هيعرف يستضعفه، ولا حد هيعرف يذله، ولا حد هيعرف يسوق له الذل ده على إنه تدين أو إنه وطنية أو إنه أي شيء آخر. يعني مش عيب ان الواحد يقول ان الدين، ربنا قال في كتابه كده: الذين من وتطمئن قلوبهم بذكر الله.
تطمئن قلوبهم بالتدين، مش مجرد الذكر فقط، بالتدين، بالرجوع لله، بالاحتماء بالله سبحانه وتعالى. ربنا بيطمئن قلبه ويبعد عنه الوساوس، يخفف عنه الشبهات، يقويه أمام الأزمات. لما يسقط يعطيه مدد من عنده سبحانه وتعالى، يعطيه رزق يسوقه إليه. يعني وأنا بتكلم أنا وحضرتك دلوقتي، في بعض الناس قاعدة ربنا ساقهم علشان يسمعوا كلمة من دي، أو آية من الآيات، أو معنى من المعاني، يسوق إليهم هذا الرزق فيأخذون قوة إيجابية، فينطلقوا من كسلهم إلى نشاط، ومن إحباطهم إلى أمل، ومن عدم ثقتهم إلى يقين في الله سبحانه وتعالى، ومن ذل عندهم إلى عز بالإسلام وعز بالإيمان وعز بالله سبحانه وتعالى. ودي نعمة من ربنا، لازم نستقبل النعم دي ونعيش حياتنا كما أراد الله، لا كما يريد لنا الناس. أرادنا الله أعزة، أرادنا الله كراما، أرادنا الله تعالى على أعلى ما يفتكون البشرية خليفة لله سبحانه وتعالى. فلا تزل نفسك إلا سبحانه وتعالى، ساعتها والله وانت بتسمع الكلام ده ستشعر بقوة حقيقية تسري في بدنك، ومكانة البناء الذاتي تشتغل، ساعتها تشعر أنك إنسان فاعل بناء مؤمن كما أراد الله سبحانه وتعالى. دكتور جمال عبد الستار الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، بشكرك جدا يا فندم. شكرا حضرتك، سعدنا بك أستاذ. لقاء رائع مع الدكتور جمال، أنا دايما بستمتع في لقاءاتي أو حتى في تليفوناتي مع الدكتور جمال، لأنه دائما بيني وبين بعض التليفونات، ودائما لما بيجيني فكرة بتواصل مع الدكتور جمال، عشان بس ما يجينيش بعض العلمانيين يقولك أنت بتقول كلام دجل. أنا بقول لكم ارجع للجزء الخاص لعصر العقل في موسوعة قصة الحضارة، هتجد ديورانت كاتب عن أحوال الأوروبيين في هذا العصر، بيقول كان لديهم استكانة يزعجها الفقر ويواسيها الدين.